الخونة. اجا واش لاباس؟ لا ما هادي ارقاني وانقا لا ما واقع والو، غير الجوارين تاعنا كيجمعوا اللحم تاع الجياف من النفايات مع القزاره هاد الايام سادين مع الانتخابات ديال عمي تبون ما مساليينش، والمواطن مسكين كيديباني من النفايات، هذا الشيء اللي قسم الله. الله يبارك لاباس تدي لا ما هادي دير مكروني ها مكروني منجي اللهم لك الحمد. هذا القطار السريع الرابط ما بين وهران وتمرست. من المحطة نتاع تمرست قطار سريع، قطار وكهرب يوصل العاصمة بعد 8 سوايع 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر، لأن في حامل راه يندر. احنا تسيريين فرنسا، هذه تاعنا فرنسا تاع الجزائر، باش تعرفي باللي لوروب تاع ليزاجيريا تاعنا. تاعنا انتوما اصلا ما عندكمش حتى قانون فيها. جزائر تاع فرنسا، فرنسا تاعنا فهمتي، فرنسا حنا الشواكريه تاعها، حنا الشواكريه، حنا لي زاجيريوا حنا الشواكريه تاع فرنسا. بالنسبه للاخوان اللي تيقولوا لك عمي تبون ما كيعطيش السكن بالمجان والمنحه الشهريه للعاطلين عن العمل، حنا كنجيبوا ليه الدليل والبرهان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هانتم سكنات جدد اللي في بلدية المحمل ولاية خنشلة، هذم هما 1200 سكن ولا ما نعرف شحال. هذا البلوك تاعي انا ساكنة في الرود سوشي، انا ظروفي ما تصلحش ليا ندير باروداج، بنيت والسرق نخاف السرق يدخل لي للدار ولا ما نعرف شيء، وعندنا لهنا هذا الباب الامن والامان. مش راح نقول لك يا خويا العزيز اختي العزيزة، ها هو الباب يتقفل 8 تاع الليل يتقفل، ها هو الباب 8 تاع الليل يتقفل. انا ما عنديش الدوبل، ما عنديش الدوبل تاع المفتاح، بصح كي نروح لداري شوف شوف السرق كيفاه يسرق في الدار، شوف شوف باب باكمله يبغى يديه، ها هو اذا راهو السرق هذا يضرب بالمارطو، شوف الطراس تاع المارطو، اذا راهو يضرب بالمارطو مستحيل الجيران ما يسمعولوش ولا الناس ما تسمعلوش. هكا راهم سامعيني البلوك كامل في 17 ولا 18 بلوك، وإذا راهو هذا الإنسان يضرب في النهار باينة بلي الناس سلعة هابطة. شوف حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، غدوة الملتقى عند ربي سبحانه. كي تدي باب كيما هذا واش راح دير بيه؟ أسيدي ياك ديته واش راح دير بيه؟ ها؟ الناس قال لك واحد ما على بالو، لهنا واحد ما على بالو، في واحد لهنا يموت جار والاخر ما على بالوش. بصح احنا قريناها الرسول عليه الصلاه والسلام سبع جار وصى عليه، بصح لهنا واحد البلوك رانا فيه 17 ولا 18 انسان ما على بالهمش، واحد ما على بالو. بصح انا كاين غير بزوز ايام روحنا ديال بابي كيما هكا راح يتحل الباب، راح يروح. هذه هي بلديه المحمل ولايه خنشله، هذه ثاني مره نتعرض للسرقه انا العام اللي فات والعام هذا. ها احشموا على ارواحكم، احشموا على ارواحكم، احشموا على ارواحكم، احشموا على ارواحكم، ما نضلش نعس في الباب اني خدامه، احشموا على ارواحكم. واللي نقصته كاش 200 ولا 400 ولا مليون قول لي انا نفرسيلك، انا نفرسيلك، ما طربوا عليش بناتي في الليل، ما تدخليش لداري. والامن والامان اللي راكم تهدروا عليهم وراكم اخوتي كيفاه؟ درك الواحد ما يخدم ما والو يعس دارو. سبحان الله العلي العظيم. هذا القانون تاع الزريبه، غفل عينك طارت، تخلي دارك وحده تلقى الباب ما كاينش، تلقى الشراج مشى وتلقى البيبان ما كاينينش، عندك شي حوايج في الدار تلقاهم ما كاينينش، وهذا هو القانون تاع الزريبه.